مشاهدين هنا تلفزيون مصر 24 في كل مكان، نقول له تلا وكيد تلا نقدم لك فقاء على نشرة الدارجية من تلفزيون مصر 24. بعد ما مرقوا من الصلاة الكوادر هم كلو كان عبروا بالشروم فيما يخص الإيتان الفطر المباراة اللي انت بزنكا مباراة رمضان نتمنى تزيد بشرب الجدي ونتمنى الآفية والصلاة والمواطنين الجدي وخاصة ربنا يوفر له ويرى في جولة اللي كان قمت فوق الكاميرا انت الأخبار عن التلفزيون النصر كان مد الميكروفون للمواطنين وهم كمان قدموا تهنيم بالمناسبة عن عيد الفطر المبارك. خليني تابع رجل عظيم إنسان كبير أبونا فقدناه يصبرنا جميعا يصبر الشعب التشادي ويالا أسرته الدولة فقط إنسان أصلا ما عنده مقابل وشيء ربنا أراد هذا نحمد بيا لكن قاسي ما عندنا كلمة نقدر نقول زيادة من شيء أمر رباني يعني يوم شيء ما قصر وده شيء أمرنا الله ما دام في هذا بتقوله بتمنى أصلا وأقول أنا عسكري وأنا جندي وأقول أنا أصلا نموت أجل الدولة وده شيء اللي بتمنى من الله وربنا وفقه في شيء ده لكن نحن نحاول بقدر الإمكان ومع جهد والأكية اللي هو سواء في ترنتان ده نحاول نحتفظه بالذات السلام. السلام هذا شيء بجمعنا كلنا علينا كلنا أهل كلنا أخوان كلنا تشادين من أي مكان أخواننا القاعدين برا القاعدين داخل كلنا نتكاتف عشان نمشي دولة ده وإنسان بهذا بجهد حقه قدر جمع التشادين القاعدين كله والناس كله مسكان واحد ما مسكان أصلا دل يالي ودل أهلي ودل هذا الناس ذا كلهم جماعة مكان واحد من جنوب وشيء يعني من جنوب ومن شمال كمسيحيين كمسلمين هذا دولة ده تجور أن هنا في أي رانكونتر في أي اجتماع ولا في أي مكان كان لما الناس يقول لنا أصلا الكوهابيتاسيون باسيفيك الكوهيزيون سوسيال
الدل يعزم وفي الماء وهذا هو ومع مع البريمير دام كلهم اصلا بيطلعوني مم سلوغان ومم بارول بتجي لنا كونسي كتير وانا هنا اصلا راضين بالشيء اللي الله سواه و ننتو سوتيان حقنا علينا كإدارات أهلية كلنا علينا السلاطين يعني ما شيف دو كانتون حقنا ما شيوخنا الشيف دو بلاج حقنا ديل كلنا هنا داكور في شيء القايد وعلينا ندبو نفس الطريقة فلكو العافية يجي مع أخواننا القاعدين برا ونرفو يدنا مع الحكومة الجديد القايد. في البداية أشكر قناة النصر الفضائية على إتاحة الفرصة للتعبير عن مشاعرنا في يوم عيد الفطر المبارك، وننتهز الفرصة دي نقدم خالص التهاني وأحر الأمنيات إلى شعبنا الجادي العظيم وأبناء وطننا الأعزاء في الداخل والخارج، ونقول لهم مبروك العيد، كل عام وانتم بخير، وان شاء الله يحقق امنية كل واحد حسب ما يطلب في الحياة من الله سبحانه وتعالى، وان يهم الخير لجميع اهلنا واحبائنا واعزائنا في داخل ربوع الوطن الغالي وفي دول العالم اجمع ان شاء الله، ونتمنى لجميع دول العالم والدول الإسلامية والشعب الإسلامي في أرجاء المأمورة قاطبة الأمن والاستقرار والعافية إن شاء الله والسعادة في دارين الدنيا والآخرة، وننتهز الفرصة دي كمان نعبر عن أمنياتنا وطموحنا ورجاءنا من الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلدنا وشعبنا وأن يعمها بالخير والعافية والاستقرار. كمان نستغل الفرصة نقدم نداء أو بالأحرى مطلب من شبابنا وكبارنا وصغارنا ونساءنا ورجالنا في جات في أي مكان من العالم في داخل الوطن الحبيب أن يتضرعوا إلى الله سبحانه وتعالى بهذه المناسبة وهذه الأيام المباركة، أن يمن علينا بالخير والرحمة ويرزق بلدنا الأمن والاستقرار والعافية والسلام، ونطلب من جميع الجاديين أن يتصرفوا كرجل واحد وأن يحافظوا على نعمة الأمن والاستقرار اللي الله أبانا بها في جاد خلاف المحيط القريب والمثل اللي نضربوا به المثل دائما في دول الجوار، سواء كان في مالي، سواء كان في ليبيا، سواء كان في تجربة السودان، سواء كان في الكاميرون، سواء كان في أفريقيا الوسطى. الله أعطانا نعمة الأمن، الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز قال أعلى أغلى شيئين في حياة الإنسان الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. نعمة الأمن والأمان هما أكبر نعمة من فضل الله سبحانه وتعالى يحققها لعباده في الأرض، وبالتالي نحن نعيش في ظروف استثنائية ومطلوب مننا كلنا بمختلف انتماءاتنا بمختلف ثقافاتنا بمختلف أفكارنا أن نفكر في الحفاظ على وحدة بلدنا وأمتنا وندعم الأمن والاستقرار الله أدانا ليده وما نلعب به. بالإضافة لده بوجه نصيحة للشباب اللي دائما يتكلموا في وسائل التواصل الاجتماعي، سواء كان في الواتساب، سواء كان في الفيسبوك، سواء كان في تويتر، سواء كان في مختلف منصات التواصل الاجتماعي، إن منصات التواصل الاجتماعي دي إذا تسموها وسائل التواصل الاجتماعي خلقت لتقريب المسافات بين الأهل بين الأصدقاء بين الأحباب بين الأسرة بين الزملاء في العمل
في شتى مختلف مناطق الحياة. داير دي تهنية عافية لكل شاب تشهد إن شاء الله اليوم الآخر عندما أنا كبير في برنامج مشاكل وجمال السبادين في البلد على ترانزيشن شغل ندوره إلى الآفي في البلد ممكن الأولاد البنات نجات كل البن يستفود عشان سو طبيعة عين سو ديفلوبمان الدرنا يكون بلا آفي ده شيء كمير وده بس الثاني وهي تلتايرنا سير شاب التشهد يكون ممكن تشهدون كل يستفود ولمو ونخدم الكلام الآخر والكلام المدر والطمان من بلد المتجاب إن شاء الله. شنو رسالتك اللي توجيها كمان لمجلس العسكري الانتقالي الحالي؟ والله هو أننا قاعدين في البريوت أنا ترانزيشن أيما أكتر ده عند خدمة وفي البريوت أنا ترانزيشن لا شغل كأل ممكن أريد إلا يكون الفيلم نعمل كل بحونا يكون الكافي أجادين ممكن أجادين كل كلهم يسوي ديالوج وفي ديالوج الناس كل كلهم يعتقد بجيب شرطة وممكن بدا نقول الكافي في البلد ده وفي أجادين يستفوا يسوي دستور يسوي انتخابات وخلاص إن شاء الله بلدنا يشبه تمام. السيد الوزير بما يخص ريزو سوسيو يبعثون الشباب يعني عندهم أفكار ما معناها يعني بيجيبوا الأخبار ما صحيحة كمان في بعض من الشبكات الاجتماعية. هي مشكلة من الريزو سوسيو ده والله هو الريزو سوسيو يعني التيك ده الانفورماتيك ده ممكن خدمة العامة اللي يجيبوا أخبار خدمة ممكن يفرمي الجن دول ممكن يسوي لهم انفورماسيون يسوي فولر يعتبر لكن هسه شبابنا في يومات نشوف جاي تلزي ريزو سوسيو ليسو ديفيزيون الكارتيان سو دي سود دا نور دا ما انبرسيب دا ما خد من الريزو سوسيو ممكن الجن دا كل يوم بتاوي يكون الريزو سوسيو ممكن يتلزي للتدريب نعم لبعضهم شغل قابل في دار آخر شو نيبتن ما دول يقولوا أبنين دول جنوبين دول شمالين ما ممكن يقول سوى لا شغل ممكن توي دا كل الأوتوريتي دا بمو الأوتوريتي الرليجيوز الأوتوريتي الأدمنستراتيف الأوتوريتي الحكومية كلهم يقول سنسيبيزي بتوي أنا شوين دول بكون الريزو سوسيو دا ممكن يسوي للديفلوبمون لامبر ميلان ما لي جينا في المشاكل في ديفيزيون الكادة ما أقدر شغل ممكن أوتوريتي دي بشغل ريسبونسابيلتان ونصور توي للشباب يكون الريزو سوسيو دا خليك يستيزي للديفلوبمون خليك يستيزي للكلتشر لا ما لي ديفيزي للكادة شغل دا الناس كله خلي يشوف ريسبونسابيلتان يكون عن الأجندة تاخد كده الريزو سوسيو. وبعدين كمان من المواطنين هم كمان يطلبوا العافية في بلدنا تشاد. خليني تابع جزء من نقول مبروك للتشادين بالأمن وشغل المدورين ندورو عافية بس يا الحمد لله سنة فات فاسي دي عافية نقولوا السنة دخل عافية دي فاسي لنا بالعافية والسلامة مشي المامة جنة نعم والله مناسبة البيت نهاني للجرام فرر أبكر داود وللجرام فرر جبريل داود وللأخت خديجة داود وللأبو داود عمر وللأبدالله البيتي فرر ولديجة لمامي لشما يعني نهاني لهم مبروك لي وكل اللي تشاهدي العام نشكر الإسلام ونسأل العافية الله يجيب لنا عافية بلدنا وكل سنة أنتم طيبين وتقول مبروك لل مبروك لل نقول لكل التشاهدين وكل ما نفلت أي هذا شكرا
بمناسبة عيد الفطر المبارك نتمنى لكل أمة التشادية ولكل أمة الإسلام في العالم عيد سعيد ورمضان إن شاء الله رمضان مقبول، ولكل الصحفيين ولكل الإداريين بالصفة عامة، ونتمنى الاستقرار والسلام والعافية في بلدنا، ونتمنى التشادين يتعاطفوا مع بعض، ونجتهز الفرصة بهذا المايك عشان نبلغ لكل الشعب التشادي لأمة التشادية اللي تازية أنا أبونا أخونا كبير رئيسنا جدنا المارشال إدريس ديبي، ولكل الأسرة أنا الفقيد ولكل الأسرة التشادية. بالمناسبة سيئة لأس رمضان جاني لسنة بيستعب الوطن هامي بيجاي مشاكل بيجاي قطن جينا فقدنا زول كبير أبونا جدنا أخونا كبير الرئيس المرشال جريس ديبي. بالمناسبة دي نتمنى كل الأمة التشادية تتكاتف مع بعض عشان نودوا الهلة كيف نمرق من الأزمة دي، ونتمنى للحكومة الحالية القادة السيمتي تشير كلمتها وتتكاتف مع أخوانا التشاديين وكل الشعب، نتمنى من الشعب ذاته عشان بحاولوا بفهموا الوجع اللي قاعدين فوقها حاليا، وبيساعدوا الحكومة للمدة اللي قاعدين فوقها دي عشان العافية تجي في تشاد والعافية لكل الأمة التشادية. وبالتالي نقول مبروك العيد، مبروك العيد لكل الأمة التشادية ولأخواننا الإسلام بصفة عامة. مناسبة أنا عيد الفطر المبارك تقدم ثاني أنا جاي. نقول مبروك العيد للشعب التادي ونتمنى العافية والاستقرار، الله يجيب العافية، ونقول من المواطنين يقولوا بانتظار رمضان كريم والعفو أمام الجميع. تمام رمضان كريم. عافية نتمنى العافية والسلامة في بلدنا. ثاني أنا جاي. قبل كل شيء نهني جماهير قاعد معاهم ديال الطيارات دي. الحمد لله كلفناهم وناس بلم ما يبقى الايد زاد كيف بلم هم ما يبقى ولم جوالك. هم بس يفروا الايات وبعضهم كمان نقدم تهنئتي لكل التشاهدين الداخل والبرا والعالم المسلم بصفه عامه. التلفزيون النصر بصفة خاصة عشان هم قاعدين بيسووا خدمة كويسة للوطن وللبلد، وشكرا وكل عام وانتم بألف ألف خير. بارك الله فيك. نحمد الله تعالى وفقنا لأداء شهر رمضان المبارك، والحمد لله نحن في آخر يوم من شهر رمضان المبارك، ونحمد الله اللهم تعطل منا ومن الجميع، والله يجيب آخر البلد والله يجيب آخر الموضوع. شكرا. أولا نشكر قناة النصر اقتصاد بناء لكي نعبر عن شعورنا بالنسبة للعيد والأيام اللي نحن فيها. إن أول بأول شكرنا ربنا الأيام قبل العيد أيام رمضان قبل رمضان بأيام دخلنا لأن الشمس حامية وما في كهرباء، لكن بفضل الله ونعمته قدرنا سنة رمضان اليوم في اليوم الأخير. وأخيرا المطلوب منا ومن أي إنسان مواطن نطلب الأمن والاستقرار للبلد. الأمن والاستقرار ده كان ماضي ما بقى أي شيء، فنسأل الله جماعتنا الجدد يقول الله يوفقهم يثبت لهم الأمن والاستقرار. ونشكر القناة قناة النصر أتاحت لنا الفرصة لكي نتحدث، فنشكركم كثير واللهم يوفق ويثبت الأمن والاستقرار. الله يا سلام عليكم وعليكم السلام. اليوم نتمنى بقى سنة رمضان بالآخر وأن يجيب لنا الآخر في الدار، وكل شيء بيد الله، وأي شيء بيد الله، وعليه نجعل الحكام القاعدين ده قبل هذه ويشوف لنا الاستقرار والله يوفقهم، وعليه نزلنا فيه ندعو لهم الله قبل هذه. السلام عليكم ورحمة الله.
شكرا. مين دم دور الآفة؟ أيوة. والله يجيب لنا المال كثير. وبطلتنا دي تبقى غنية. يعطي كل يلقى حق. كل ذو حق حق يلقى حق. يبس من فوق. تمام. حسنا الحمد لله. هو الآخر مال. تمام. العيد كل الله يجيب الآفة. صلى الله رمضان وحسنا فتى اليوم واحد واليوم كله مقبول. Biga wahit signatir hanal la convention hanal la sharaka ben action pour le changement et de la comportemental mental ya qliran wa taleta fil mashrou hanal education le jemi wa al munasaba di kaman biga min janib ana taleta waqat ar raisa أشتا إنجلي ومن جانب الآخر كمان وخا أويا برما دا كمان الأمين الأم هنا الأسوسياسيون الحدف من السنياتير هنا الكونفانسيون لا بحدف مساعدة إنتم للطلاب الذين ويقوم لهم كمان بالتوعية. مشاهدين تلفزيون النصر 24 بالخبر قال كملت النشر الدرجة. نشكركم كثير بالشيفين كل الثلال النصر. نخليكم كمان تتابع ومتابع سيرة وباقي برنامج التلفزيون النصر. فضل نقول لكم كل سنة طيبين. الله تعافي.